ستة أشهر مرت على فاجعة غرق العبارة في منطقة الغابات السياحية بمدينة الموصل، والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء المدينة. ستة أشهر وما زال الأهالي المنكوبون بأولادهم ينتظرون إنزال العقوبة بالجناة المرتبطين بالميليشيات، وسط محاولات حثيثة لتسوية القضية عشائريا. فالمقصر موجود، لا أودعوه بالسجن ولا أتخذوا بحق بأي إجراء، فمال أنه ترجع شغلة عشائرية هذه شغلة مرفوضة، لأنه شغلة العشائرية إذا شغلة عشائرية ماشي أي شغلة بالقانون، هم يقول لك هذا حق أخذ حقي بيدي وتصير بلد فوضى. هو البلد فوضى أصلا، لأنه لو أكو قانون من جرى رئيس الجمهورية جرى رئيس الوزراء والمحافظ اللي هو ربة الفساد اللي كان موجود ما قدروا يتخذون إجراء ضده، هو وقف رئيس الوزراء مسافة شبر. ولا يمكن أن تكون هذه الحالة عشائرية ولا تتحول إلى قضية عشائرية، وإنما تتحول إلى قضية الدولة. وبوقت العبارة حضرت كل الدنيا، من رئيس الوزراء على قائد عمليات على رئيس الجمهورية، كل الدنيا حضرت، النواب كلها حضرت. طيب بس ليش تحولت إلى عشائرية؟ هذا موضوع عبادة جماعية، يجب أن يكون اختصاص الدولة، يجب أن تنهي هذه القضية. أكثر من 270 شخص اللي راحوا تقريبا ضحية بالعبارة، مو بال بأنه يعني إحنا تعال روحوا على العشائر وتنجازون أنتوا العشائر. ذو الضحايا المكلومون بأبنائهم الذين أزهقت أرواحهم مغامرات الفاسدين ما زالوا ينتظرون منذ شهور قصاصا عادلا ينصفهم ويعاقب الجناة، لكن كما جرت العادة في العراق اليوم تسويف ومماطلة دون أي نتائج. إذا مجلس محافظة مالنا ميت، يعني مجلس محافظة مثل ما نقول إيد أهل الموصل، ما يمشون بشغلتنا. يعني المحافظ طلع البغداد أتحداه جاب شغلتنا غادي أتحداه. أنا أريد هذا بالعبارة مزون حاي طيب، يعني هو بظهره قوي لأن ماكو أي شيء تنفيذ عليه، لا حكم إعدام لا حكم سجن لا حكم مؤبد. أنا أريد هذا الظهور رجعت يعني ساندته. ليش إحنا مولادنا شعلة وقلبنا، يعني توني جبته من المقبرة، يعني أنا الخميس رحت اليوم رحت عقب باكر روح كل يوم يوم يعني يم ابني. أنا يم أريد هذا يعني الساندو منه اللي معاهم شجعوا منه، يعني شجعوا شجع غيره على الخراب للعراق. يعني راحنا ربع الموصل، راحت أطفال نساء شباب راحت العالم. أنا أريد من الحكومة يعني خلي تنصف حالنا. أجندات ميليشياوية مشبوهة تحاول التغطية على الجريمة وتبسيطها لتتحول من مذبحة أزهمت بها جهات متعددة إلى قضية جنائية يتم حلها عشائريا بفرض حلول على ذوي الضحايا لينجو الجناة بفعلتهم، ويواصل عمليات النهب والتدمير لنينوى وسواها من محافظات العراق الذي صار مرتعا للفاسدين والقتلة.